بسم الله الرحمن الرحيم. القسم المطول مع الباقي للأستاذ زكي الشعبة، حياكم الله جميعا. الآن نريد نقسم 819 قسم 6. علشان أقسم هذا العدد على قسم 6، نلاحظ هنا عندنا عدد واحد أو رقم واحد، ونأخذ أيضا هنا رقم واحد. نشوف 8 قسم 6 فيها كم مرة؟ نلاحظ أن فيها مرة واحدة، إذن أكتب هنا واحد واروح اضرب 1 ضرب 6. هنا طبعا ما بين 1 و 6 عمليه ضرب، 1 ضرب 6 الجواب 6. انقص الان، اذا نقصنا يطلع لنا الجواب 8 ناقص 6 الجواب 2، جدور الواحد صارت 21. 21 قسمه 6 فيها الجواب 3، اضرب 3 في 6 18. لازم هذا الناتج اللي تحت يكون أقل من 21 أو نفس 21، وأنقص 1 ناقص 8 ما يصير، نستلف صارت 11، ناقص 8 الجواب 3، وهنا بقت 1، 1 ناقص 1 الجواب 0. جدور مين الحين؟ جدور 9، صارت 39. قسمة 6 فيها الجواب 6، أروح أضرب 6 في 6 الجواب 36، وبعدين أروح أطرح 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 3 0. نلاحظ أن الباقي هو مين؟ 3، لازم يكون أقل من المقسوم وهو 6، إذن الناتج 136 والباقي 3. نروح إلى المسألة الثانية. عندنا عدد مكون من 3 أرقام قسمة عدد مكون من رقمين، نفس الحكاية، هنا ناخذ رقمين وهنا ناخذ رقمين. إذا علشان أبغى أوجد الناتج، أروح أخبي هذا العدد 8، أخبي هذا العدد 8 أخبي، وأخبي العدد أيضا 3، ونقول 7 قسمة 2، وأروح أشوف الجواب يطلع، يطلع الجواب 3. إذن يصير هنا الجواب 3، واروح اضرب الحين اشوف هل العدد 3 مناسب او غير مناسب. نقول 3 في 3 الجواب 9، و3 في 2 الجواب 6، نعم طلع اقل. إذن انقص 8 ناقص 9 ما يصير، نستلف هنا بصير 6 وهنا بصير 18، ناقص 9 الجواب 9، 6 ناقص 6 الجواب 0. جدور مين؟ جدور 9. إذن نفس الحكاية بعد، أروح أخبي رقم، هذا الرقم 9 أخبيه، وأخبي أيضا هذا الرقم بعد 3. فنقول أن هنا طبعا 9 غير موجودة والثلاثة كأنها غير موجودة، فنقول 9 قسمة 2 الجواب فيها 4. إذا طلع الجواب 4 يعني معناه نكتب 4 هنا، إذن 4، نقول 4 في 3 12، 1 باليد، و 4 في 2 8، وعدنا 1 صار الجواب 9. إذن طلع العدد أقل من 92، إذن أقدر أنقص، إذن 9 ناقص 2 الجواب 7، و 9 ناقص 9 الجواب 0. إذن الباقي 7 والجواب 34. نلاحظ أن العدد 7 أقل من المقسوم 23، ولاحظ أنها خلصت الأعداد. إذن هذا هو نسميه الباقي، هذا الباقي، وهذا خارج القسمة. شكرا لكم، حياكم الله، يعطيكم العافية. مع تحيات الأستاذ الشعبي.